السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي الجميلة مراكش. كيف ما عودكم ديما الجديد، اليوم بغيت نشارك معكم هذه المشتريات المهمة للمطبخ اللي خديتهم واللي مهمين يكونوا في أي كوزينة. ونبداو على بركة الله. خديت هادو باش تقطعو العجينة، باش تنو الحلوة ديالكم ولا تنو شي حاجة خديتو. وهذه قرادة، ديالكم واي حاجه بغيتوها تاي حسب 2100 باش ما يحرقكمش الفران. هادو دوزناهم، خديت هادو ثلاثة، ندوزو سوبيرات، هاد السوبيرة في لون واحد، هاد جوج، وهادي صغيرة في لون واحد. خديت هادو ديال الحلوى لأن قرب العيد، هادو لأن قرب العيد باش نديرو فيهم الحلوى، السطورة ديال الحلوى. خديت واحد كبير ولاخر صغار عليه شوية. باش نديرو فيهم الحلوى ديال العيد تصلحو الحلوى القيس ديالو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي الجميلة مراكش. كيف ما عودتكم ديما الجديد، اليوم بغيت نشارك معكم هذه المشتريات المهمة للمطبخ اللي خديتهم واللي مهمين يكونوا في أي كوزينة. ونبداو على بركة الله. خديت هادو باش تقطعو العجينة، هاهما فيهم الشكل، فيهم هذا كبير بزاف، هذا وفيهم الألوان.
يوم هذا وهذا، اشكال كبيره واشكال صغيره كيف ما هذا الشاد. هادو كله ما خديتهم، وهادو باش تنو الحلوه ديالكم ولا تنو شي حاجه خديتو. وهذه قراضه، هذه تتكون قراضه ديال الخشب احسن من ديال البلاستيك. هذه قراضه كما تشوفوا، وهذا المول، هذا المول تجي فيه كيكه زوينه مزربه شمال. بهذا الشكل هذا هكذا داير. خديت هاد الكسرونه، هادو اللي خرجوا، هادي راه 2100 كسرونه ماركه مزيانه تتحمل الحراره. هادي جوريجين، خديت هاد المقله تاهي تتشحروا فيها شويه ديالكم واي حاجه بغيتوها. تاهي خديتها ب 2100 سين، هذه 2100 سين. نوريكم كبيره هاي، هاد الماركه مزيانه ليكسوس. هادي مع هادي تاخد لي دوزناها. هادو جا الفران باش ما يحرقكمش الفران. هادو دوزناهم، خديت هادو ثلاثة، ندوزو سوبيرات. هاد السوبيرة في لون واحد، هاد جوج، وهادي صغيرة في لون واحد. خديت هادو ديال الحلوة لأن قرب العيد، هادو لأن قرب العيد باش نديرو فيهم الحلوة السطولة ديال الحلوة. خديت واحد كبير ولاخر صغار عليه شوية. نجرب فيهم الحلوة ديال العيد تصلحوا الحلوة القيس ديالنا. كسرونة هكذا تتجي، هذا ديال الخشب، وفيها هنايا من اللور هاد الدجاج ديال النقص باش تصل درجة الحرارة تطيب مزيان. وهذه حتى هي المقلة، حتى هي بحالها، تنصحكم بها. هذه راه خديتها ب 115 والاخرى ب 110. نتمنى تكون تنال اعجابكم.